مرداح يواصل المباراة. إدريس مرداح يواصل عمله ربما أجمل لقطة في مكان في هذا المباراة. شخصيا أعتبر لقطة المباراة، يعني رجل يتلقى خبر بهذا الشكل، خبر مفجع بوفاة أخو، كانت دموع، كانت لقطة تبعت عن يعني من هذه الزاوية. بالرغم ذلك هو يواصل المباراة لأنه هذه عنده ربما اليوم رسالة من الرئيس، رسائل جميلة بالنسبة لهذا الرجل الوفي لفريق الرويضة.